الجزائري مصطفى زغبة في خط الدفاع من اليمين اليسار، سنوسي هوساوي، فاروق شافي، عبد القادر بدران، احمد مهاري. اذا في هذه الكره خطير، احمد يبحث عن العرضيه الكره والتغطيه من بن حسن تراوري في الملاعب السعوديه. نيكولاي ستانسيو على تنفيذ الخطه، الصافره تاتي من السلطان، عرضيه، بحث عن راسيه، التسديده، يا سلام يا سلام، خطيرة جدا من هذا الكرواتي أنتونيتش. شوف البينية ما فيها شيء، عرضية ممتازة والتسديدة. إبراهيم زايد يتألق، برافو على إبراهيم وعلى عرضية هذا الروماني نيكولاي ستانسيو. كاد ضمك أن يسجل ويفتتح أهداف، وراح يبحث عن النقاط أمام الحزم. أنطونيو عرضية، بحث حراسية، مصطفى زغبة. ما راح تشاهد هناك في الساعة 9 مساء بلا شك واحدة من المباريات المنتظرة يا أنطونيو. كرة في اليمين، عرضية، يبحث عن زميل، فايز سليمان تسديده، وين يا فايز؟ كرة عند كيفن كوندو، طالت وعدت إلى خارج أرض الملعب. كيفن كوندو الواضح أمامك، ثلاث أهداف سجلها مع ضمك. كرة محاولة عند أسان سيساي، خاطية عن التغطية، فايز سليماني. 5 تعادلات و5 خسائر فقط الدوري في الجولات الأخيرة لصالح الهلال. باربوزا تسديدة إلى خارج أرض الملعب. حديث عن الموسم ما قبل الماضي في الدوري، اليوم في ثاني التجارب هنا في المملكة مع في دوري محترفين أمام ضمك، كان في اللقاء الأول في العام 2019. أحمد الزين، محاولة، لمسة، السلام، أسان سيساي، هدف، لكن الراية حاضرة من أحداث شوط المباراة الأول. هل فيها شيء نتابع ونشاهد؟ أحمد الزين، يبدو لي آسان سيساي كان في مكان سليم، آسان سيساي كان في مكان سليم في هذه اللقطة من قبل عبد الرحمن السلطان وحكم الفيديو أحمد الرميخاني. الكرة والحالة فيها هدف، نعم نعم نعم، جول أول لمصلحة ضمك، فارس الجنوب يبدأ البداية. ما فيها شيء سليمة، ما صدق خبر آسان سيساي، على طول وضعها في الشباك في مرمى إبراهيم زايد، وبالتالي 1-0 لمصلحة فارس الجنوب. إبراهيم صاحي لهذه اللقطة، خلصها إلى ركنية لمصلحة ضمك. تلعب الآن عند طارق حامد إلى كوندو تسديدة، في مرمى إبراهيم زايد ويسجل 4 أهداف مع ضمك. واحد من الأسماء والأوراق المهمة مع ضمك، عرضية من سنوسي بالرأس تتخلص من أحمد آل حميد إلى ركنية لمصلحة ضمك، من ركنية كانت فيها لمسة من نيكولاي ستانسيو. جول 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 لمصلحة ضمك. شوف الكرة، شوف الاستلام، حطها في مساحة، هوب، على طول في الشباك، وأصبحت 3-0 3-0. صعب الأمور، أطلق بهذه الطريقة وبهذه الفرحة في دفاعات الحزم باولو ريكاردو. نيكولاي ستانسيو، لمسة عند أحمد الزين، في الخلف عند طارق حامد، طارق مر، تقدم طارق، عرضية، بحث بالرأس أمام فاروق شافعي. اللقطة ما زالت، والتغطية من فايز سليماني. تفوق كبير جداً في تاريخ المواجهات لمصلحة ضمك، 3 انتصارات على التوالي. هل يسجل انتصار رابع؟ عرضية بالرأس، خلصها المدافع المتراجع هو سنوسي أوساوي، خلصها إلى ركنية لمصلحة الحزم. شوف العرضية والتغطية الموجودة الحاضرة، ضمك راح يذهب أمام النصر في الرياض يوم 21 اكتوبر. كرة محاولة، كيفن كوندو مرتق، أدب، يا سلام، عرضية، محاولة، جول جول جول، رابع 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 لي.
لمصلحة الضمك. فاري تقدم إلى كيف إن كوندو مرور اصطدم بالمدافع وتحولت وتغير اتجاه الكرة وأصبحت أربعة، أصبحت 4-0. كيف إن كوندو بتسديدة ترتطم بالمدافع، يبدو لي من هو، نعم برونو دا سيلفا تغير اتجاه الكرة بهذه الطريقة، عصرت للشباك، نقلة في الخلف لمصلحة الحزم أنطونيو جوزيه، ضغط استخلاص الكرة الحبشي، نواف انطلق، محاولة نواف مريع، السلام، الله 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 الله، جول جميل يا نواف، هدف رائع من الحبشي، مشوار فني عالي جدا قدم نواف في هدف أول، مر أمام طارق حامد وفاروق شافعي وهب على طول، هب على طول في الشباك، هدف أول لمصلحة الحزم، هدف أول بهذه الطريقة الجميلة بين الأقدام يا مصطفى سقفة، بين الأقدام، برافو برافو نواف، برافو على هدف